حصل ولا ما حصلش؟ عمرو يوسف كان مشاغب في المدرسة؟ لا حصلش. كان محبوب في المدرسة، المدرسين بتوعه كانوا بيحبوه جدا، وحتى من الولاد يعني لقيت أم فين عمرو يوسف، فين عمرو نبيل، فين عمرو نبيل. قلت لها أنت عايزة عمرو نبيل ليه، في إيه؟ قالت لي لا عشان أقعد ابني جنبه عشان هو بيحب. حصل ولا ما حصلش؟ عمرو نبيل كان بيزوغ من المدرسة ولا لا؟ زوغت يا عم؟ لا ما تسأليهوش، ما كنتش هعرف. لا انت قولي بالنسبه لك حصل ولا لا ما حصلش؟ ما حصلش. ما حصلش. بس هو حصل، حصل. بس ما عرفتش. انا هعترف لك دلوقتي. طيب ايه اللي حصل؟ كل اللي صعبان عليا مامتك اللي فاكراك انك عمرك ما زوغت. انا اعترفت. انت عارفه انا عايز اقول لك كده، انا اعترفت، ارتحت خلاص الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حصل ولا ما حصلش؟ عمرو بيغير البامبرز للعيال الصغيرة. حصل. حصل. وانا سعيدة بيه. أيوة دي طبعاً. حاجة، دي حاجة عادية جدا الأب يشارك. طبعاً طبعاً جوه مشاركة. طبعاً أحسنت يا عمرو، أحسنت. واضح إن هو كل ما بيكبر كل ما أنا بقول بيتحسن النضج والمسؤولية. حصل ولا ما حصلش؟ ماما علمت كندا أكلات مصرية. قولي. حصل. حصل يمكن اللوبيا. اللوبيا يعني اللوبيا، عمرو بيحب اللوبيا قوي، فهي سالتني من ضمن الاكلات كلها ما لقيتش غير اللوبيا عشان عمرو بيحبها قوي. لا هو في حاجات انا بحبها، سالتني الحقيقه عليها فقلت لها تعملها ازاي بس. حصل ولا ما حصلش؟ عمرو يوسف كان بيشتغل اخت علا. كتير. حصل ولا ما حصلش يا عمرو؟ كتير. حصل. اشتغلها ازاي؟ بتشتغلها ازاي؟ كنا مره جايبين حاجه تلفزيون ولا مش عارف ايه وده متصور فيديو، يعني عندنا فيديوهات قديمه، فقررت انا عارفه الفل الابيض اللي بيبقى محافظ على الجهاز ده فتفته كده، فتفته بقى ومالها بقى الدين. فجت ماما تقول لي ايه اللي انت عملته ده وبتاع، اقول لها ده انا وعلا اللي عملنا كده مش انا لوحدي يعني. قالت طب خلاص تلموه. فانا رحت رايح لعلا قلت لها علا ساعديني بقى نلم مع بعض وبتاع، هي ما عملتش حاجه اختي. قالت لي طب هساعدك. ماشي. اول ما بدات تساعدني رحت لماما قلت لها ماما انا حفظت كانت الايه الفتحه. الفتحه. قلت لها ماما انا حفظت الفتحه خلاص، كنت صغير قوي. طب قولها لي. وبدات اسمع لماما الفتحه، فماما فرحانه بيا وانا بسمع الفتحه والثانيه يا عيني عماله تلم بايه ده. وانا فاكر بسم الله الرحمن الرحيم عمال ابص على علا كده بتلم فاضل قد ايه. يا عمرو انت الطيب ولا الشرير؟ انا الاثنين في بعض. ايه اكتر دور بتحبيه لابنك عمرو؟ مش لازم يكون عشان ادائه هو الاحسن، بس عشان ذكرى الدور دي مهمه ليكي. جراند اوتيل كان رائع. جراند اوتيل. وطايع برضو كان حلو قوي قوي. جراند اوتيل كانت النجوميه والاضواء والبطوله. طايع كان التمثيل. بالظبط. ولا انا يعني جراند اوتيل المسلسل الحالم الجميل الشعبوي، طايع التمثيل التقيل والقصه والحبكه جدا. الاثنين كانوا حلوين جدا جدا، كانوا فرسين رابحين جدا في مشوار الحقيقه. كانوا سي بي سي الاثنين. صح. جراند اوتيل ده كسر الدنيا. كسر الدنيا. والموسم ده كان وشه خير عليك، كان جراند اوتيل، كان فرحك على كندا بعديها بشويه صغيرين، كانت لمت الاصحاب. اول مره كنا نعرف انه عمرو وكندا عندهم كل الاصحاب اللي بتحبهم دول. وعلى فكره دول ادولك كده انت وكندا احساس ان انتوا محبوبين وسط اصحابكم، يعني ادالكوا بعد كده انساني اكتر من فكره نجاحكم المهني. الفني. انا الانسانيات بتفرق معايا جدا في العلاقات، يعني بحب اللي قدامي اللي بيتعامل معايا انسانيا اكون بحبه وبيحبني، فاللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. صحابنا اللي جم فرحنا او صحابنا اللي موجودين في حياتنا دلوقتي او دول ناس هم عارفين قد ايه احنا بنحبهم، وبالتالي بيبادلونا المحبه دي. من غير المحبه دي يبقى مفيش العلاقه، ملهاش معنى. يعني علاقات المصالح انا ابعد ما يكون عنها. لو على فكره لو حصل مصلحه، طب ما هي منى الشاذلي صاحبتي وصديقتي وبحبها انسانيا وممكن نعمل مع بعض حلقه. ماما النهارده لما تقول لك انا جايه عشانك، هي قابلتك مره او اتنين
لكن هي بتسمع من كندا كلام كويس عنك، بتسمع مني كلام كويس عنك، فهي اوريدي غير انها بتشوفك طبعا في التلفزيون وبتحبك كاعلاميه، يعني قصدي هي مش جايه لك عشان انت الاعلاميه الكبيره منى الشاذلي قد ما هي انسانيا بتحبك. بصي ده الرد عليه بالبوسه. شكرا 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 لحضرتك، شكرا لحضرتك، ربنا يخليها يخليكم لبعض ويسعدكم باسره جميله، اسره يعني فيها مقومات كده كتيره جدا ايجابيه وحلوه بخلاف الجزء الفني الناجح البراق. اخر سؤال لازم اساله لك، ايه اهم ميزات مرات ابنك؟ ام رائعه بتبذل مجهود كبير جدا في حياه وانا شايفاه وسعيده جدا جدا بيه، يعني ده الجزء اللي يعني انا اللي يسعدني ويفرحني اني الاقي الاحفاد في احسن وضع، هيتربوا كويس جدا، هيبقوا شخصياتهم حلوه جدا لان هي انسانه مثقفه عارفه بتعمل ايه، لا شاطره جدا جدا مركزه في الولاد ودي حاجه رائعه طبعا، يعني بصراحه صعب تلاقيها في الوقت ده، فانا حاسه براحه الحقيقه يعني الحمد لله. فالحمد لله سعيده بيهم، ويا رب يا رب يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب ويرزقهم بر اولادهم بقى زي ما هم بيبروني انا كده. ربنا يحميكم لبعض يا رب. ايه اسم الدلع اللي كنت بتقولي له عمرو وهو صغير وبقى بيتكسف منه لما كبر؟ طب تقولوا ليه امرمر قالته خلاص عمرمر. ايه اكل ايه يا كابتن؟ لما كبر بقى عموري. الله انت بوظيها. لا حلوه عموري. ربنا يديم المحبه والدلع طول الوقت يا رب يا رب. عمرو يوسف النجم ادى دور كان فيه قلق في مسلسل مختلف ومتميز في رمضان، المائدة الرمضانية السنة دي كانت متنوعة، إنما الكتيبة 101 كان عمل خاص 20 حلقة فيها أحداث كتير حقيقية يستحق إعادة المشاهدة والتركيز فيه من إنتاج شركة سينرجي. أما الحياة الأسرية اللي نصها أضواء مبهرة على السجادة الحمراء ونصها التاني حياة أسرية منغلقة هادئة أساسها التربية والمحبة، فالاتنين بنتمنى لك فيهم يا عمرو كل النجاح وكل التوفيق وكل السعادة والهنا، انت وكندا وولادك واختك ومامتك وعيلتك كلها من الاول النجم عمرو يوسف الرائد نور، وماما الجميلة بفتحة كل سنة وانت طيبة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.